لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع اليوم هو موضوع مهم بالنسبة لجميع تخصصات الشبه طبي السنة الأولى خاصة. راح نشوفوا كيف في 3 سنوات واش راح تقراو سداسيات، وكذلك راح نسلطوا الضوء على السداسي الأول، نشرحوا دروس الفصل الأول إن شاء الله. على بالي أغلب الطلبة راح يدخلوا حائرين، ما على بالهمش نوع القراية واش راح يقراو واش راح ديروا الفصول واش هي سما كامل راح يدخلوا كيف. اليوم راح نشرح لكم واش كاين في هذه السداسيات. كبداية السنة الأولى إن شاء الله راح نتقراو فصلين S1 زائد S2. الفصل الأول راح يكون مشترك بين جميع التخصصات ESP ساش فام ميمز، كامل التخصصات راح يقراو كيف نفس المواد ونفس الدروس بالتقريب، بالإضافة للفصل الثاني S2. بعد ما تنتقلوا السنة الثانية إن شاء الله راح تدرسوا كذلك فصلين S3 والS4. بعد تكملة السنة الثالثة راح تطلعوا إن شاء الله للسنة الثالثة، وكذلك فيها فصلين S5 زائد S6 بالإضافة إلى مذكرة التخرج ومنها للخدمة إن شاء الله. المجموع كامل هناك 6 فصول مقسمة على 3 سنوات لجميع الرتب، ما عدا تخصصات اللي يقراو 5 سنوات راح يزيدوا فيها الفصول، كذلك كيما ساش فامو ليزانستيست. والآن راح نشوفوا المواد المدروسة للسنة الأولى الفصل الأول، بالإضافة لبعض الشرح ولا نشوفوا لمحة على بعض المواد نحاولوا أن نطرقوا المعلومات خفيفة عليها. نبدأ لموديل دو اس ان الفصل الأول وش كاين فيها. أولا عندنا أناتومي إي فيزيولوجي بارتي 1، سيكولوجي 2، ثالث موديل ليجيان أوسبيتاليير، رابعا ليجيسلاسيون، الموديل الخامس سونتي بيبليك، سادسا سكوريزم، سابعا ريميدياسيون لينغويستيك، ثامنا تيرمينولوجي ميديكال، انا دايرين عليه بزاف لي كور في باراميديكال ديزاتو، واخيرا سوان دو باز. نبدأ مع الشرح ونبدأ مع أول موديل اللي هو أناتومي إي فيزيولوجي. أناتومي هي علم التشريح، فيزيولوجي هي وظائف الأعضاء اللي راح نشوفهم، كل عضو بالوظيفة نتاعو. نبدأ علم التشريح. الأناتومي هو مادة تعرف فيها البنية وشكل العضو والمكونات نتاعو، مثلا كطبقات والبيانات، وهذا الجزء يعتمد كثيرا على الحفظ. اما وظائف الاعضاء فيزيولوجي هي راح نشوفوا كيفاش يخدم كل عضو من اعضاء جسم الانسان، وهذا الجزء راح يحتاج فهم كبير وراح يحتاج تركيز بزاف. كذلك راح نشوفوا الاعضاء والاجهزه اللي راح تقراو التشريح نتاعها. كبدايه راح تشوفوا لاباراي ريسبيراتوار، الجهاز التنفسي، موديل راح تشوفوا فيه رئتين وكامل ما يدور بها، وراح تشوفوا كامل الامراض ولا العلاجات اللي عندها علاقه بالتنفس. كذلك راح تشوفوا لاباراي ديجستيف، الجهاز الهضمي، راح تشوفوا كل الحوايج اللي عندها علاقه بالهضم والجهاز الهضمي. كذلك راح تشوفوا لاباراي جينيتال، الجهاز التناسلي، راح تشوفوا كذلك جميع واش يدور به. لاباراي كذلك لوكوموتور، الجهاز العظمي، راح تشوفوا العظم وراح تشوفوا كامل المشاكل اللي عندها علاقه بالعظم. كذلك راح تشوفوا لاباراي رينار، الجهاز البولي، راح تشوفوا اغلب الامراض واغلب العلاجات اللي تدور في هذه المنطقه ولا في هذا المجال. في الاخير عندنا لاباراي كارديو واسكولار، الجهاز القلبي والاوعيه الدمويه، كذلك راح نشوفوا القلب وندرسوه مليح ونشوفوا الامراض نتاعو وكامل واش يحتاج كعلاجات. ننتقلوا للموديل الثاني هو بسيكولوجي. بسيكولوجي علم النفس، تقراوها دراسة سطحية دون تعمق، وتحتاج كمية كبيرة من الفهم تساعدكم في معرفة
تكون شخصية الإنسان وكيفية التعامل مع المريض في جميع الميادين. كاين بعض المعاهد اللي تقري باللغة العربية، وكاين بعض المعاهد اللي تدرسها باللغة الفرنسية. الموديل الثالث هو ليجيان أوسبيتاليا، راح تقرأوا فيه كل أنواع العدوى داخل المستشفى في الأوبيتال، تقرأوا كذلك على نظافة المستشفيات وأنواع المعقمات والمطهرات في المستشفى وكيفية تعقيم أدوات العمل والمحيط الاستشفائي. مادة تحتاج للفهم لأنه الحفظ وحده راح يخليها صعبة بزاف. الموديل الرابع هو ليجيسلاسيون، قانون. مادة القانون تقرأ فيها الحقوق وواجبات والعقوبات للعمال وما يدور بها. كاين بعض المعاهد تدرس هذه المادة باللغة العربية، وكاين بعض المعاهد تدرسها باللغة الفرنسية. موديل سهل بزاف وما فيهش كذلك بزاف الوقت. فوتو الموديل الخامس. خامسا سونتي بيبليك، هذا الموديل راح نتقرأ فيه أحوال المستشفيات في الجزائر وتاريخ الصحة وقوانينها وحساب النسب الصحية. كمثال راح تحسب نسبة الوفيات في الجزائر. موديل كذلك سهل مش صعب بزاف وما فيهش بزاف الوقت. نفوتو الموديل السادس. سادسا سكوريزم، الإسعافات الأولية. في هذا الموديل راح تقرأوا فيه الإسعافات الأولية كالحريق مثلا، غرق، تسمم، واحد مجروح، هذا الحوايج كامل في الإسعافات الأولية. وهذا الموديل يحتاج للتطبيق أكثر من النظري، راح نجربه كبراتيك في دوما مثلا، عندكم في البراتيك والله ممكن راح تجربوا في بعضكم. المهم تطبيقيا. الموديل السابع ريميدياسيون لينغويستيك، هي مادة راح تقرأ فيها كلش باللغة الفرنسية كدعم، وراح تنفعكم تتعلموا بعض القواعد المهمة. الموديل الثامن تيرمينولوجي ميديكال، موديل مهم جدا في كل المصطلحات الطبية اللي راح تلقى بها في المسار الدراسي ولا المسار العملي. وهذه المادة مهمة، والناس اللي عندها مشكل في الفرنسية لازم تركز في هذه المادة لأنها راح تعاونك بزاف بزاف. موديل الأخير التاسع هو سوان دو باس، هو قاعدة العلاج. وهذا الموديل راح تعرفوا على أساسيات العلاج، راح تعلموا فيه مثلا حساب ضغط الدم، لاتونسيون، قياس السكر، الجليسيمي، نبض، بيرساسيون، هذا كامل راح تعرفوا عليهم في سوان دو باس. هذا الموديل يحتاج الفهم، يحتاج الحفظ، ويحتاج للتطبيق. هذا الموديل راح يتغير اسم تاعه في الاس 2، راح يولي سوان فيرمي. راح تقراو فيه كل العلاجات لي سوان والانواع تاع الحقن لي زانجيكسيون، وكذلك بريليفمون ونقولوا سحب الدم الى اخره. وصلنا لنهايه الموضوع، ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم في الفيديو. بدايه موفقه للجميع. باراميديكال ديزا توب دائما معكم، بروف انكوني نزلوا معكم في القناة. وهي موضوع في شبه الطب ان شاء الله راح تكونوا دائما كيف كيف، راح نكونوا يد واحدة ان شاء الله. ما تنساوش جامو بارطاجي القناة باش يوصلك كل جديد. تهلاو لي في روحكم، سلام.